بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أول محاضرة في مساق فيزياء 102. المتطلب السابق لهذا المساق هو فيزياء 101 اللي تحدث عن الميكانيك. بعض الكليات في جامعة العلوم التكنولوجيا تأخذ أنه مش مجرد أن الطالب يكون ماخذ فيزياء 101، ولكن شرط النجاح في فيزياء 101. بعض الطلبة ممكن يسأل شو العلاقة ما بين فيزياء 101 اللي تتحدث عن الميكانيك وما بين فيزياء 102 اللي هي عن الكهرباء والمغناطيسية. بالرغم من أن الكهرباء والمغناطيسية تنقسم إلى ثلاث أقسام، الجزء الأول راح يكون عبارة عن الكهرباء الساكنة، والجزء الثاني راح يكون عن الكهرباء المتحركة، وآخر شيء راح نتطرق إلى المغناطيسية. راح نلاقي علاقة وثيقة ما بين الكهرباء والمغناطيسية، إلا أنه تقريبا كل شيء فيه يعتمد على مساق فيزيائي واحد، على مبدأ أساسي في هذا المساق. لذلك بفضل أنه نراجع سريعا فيزياء 101 ونشوف شو أهم كمية حقيقة الواحد لازم يتذكرها. أهم كمية في الكلاسيكال ميكانيكس أو في علم الميكانيك أنه الواحد يعرف ما يسمى تراجكتوري. تراجكتوري يعني displacement أو position as a function of time. يعني أهم كمية الواحد يكون يعرفها اللي هي عبارة عن R as a vector يساوي R as a function of time. طبعاً معرفتنا لـ R as function of time هذه تقدر منها إن نقدر نوجد ما يسمى السرعة V، وكلكم عارف إنه V ما هي إلا عبارة عن dr by dt. وأيضاً من معرفتنا للسرعة نقدر نوجد التسارع حيث نشتقه A اللي هي عبارة عن dB by dt. إذا نعرف السرعة منها نقدر نوجد المومنتم E عبارة عن M dB، وإذا بعرف أيضا السرعة نقدر نوجد الكاينتك إنرجي اللي هي عبارة عن 1/2 M مضروبة في دي سكوير. بمعرفتنا للتسارع نقدر نوجد السرعة، نقدر نوجد القوة، والقوة هي عبارة عن الكتلة مضروبة في التسارع. ومن القوة نقدر نوجد البوتنشال انرجي اللي هو عبارة عن ناقص التكامل لأف ضد R. طبعاً من نقطة A إلى نقطة B، وبالتالي في عندنا التغير في البوتنشال إنرجي. لا يوجد شيء اسمه البوتنشال إنرجي لحاله. بمعرفتنا للكاينتك إنرجي والبوتنشال إنرجي نقدر نوجد الطاقة الإنرجي اللي هي تعرف على أنها البوتنشال الكاينتك إنرجي زائداً البوتنشال إنرجي. من معرفتنا ايضا للمومنتم وR بقدر اوجد الانجولر مومنتم اللي هو عباره عن R كروس T. وايضا من معرفتنا للقوه وR نقدر نوجد التورك اللي هو عباره عن R كروس F. وتعرفوا انه L لها علاقه ب المومنت اوف انيرشيا في السرعة الزاوية، وبتعرفوا ان التورك له علاقة بالمومنت اوف انيرشيا اللي تعبرنا عن الكتلة، لكن لما يكون في عندنا حركة دورانية تشابه الكتلة مضروب في التسارع الزاوي. بمعنى انه بمعرفتنا R لحالها احنا قادرين على ان نوجد اي كمية نحتاجها في الميكانيك. لكن وجود حل R حقيقة أن نوجد R as a function of time صعب كثير. من الأمور السهلة أنه إذا كانت القوة عندنا ثابتة constant، نحط هنا F، من قانون نيوتن الثاني أنه F تساوي M في A
نستنتج أنه التسارع عبارة عن كونستانت. إذا كان التسارع ثابت نستطيع تطبيق قوانين الحركة، وأنت تعلمتوا من فيزياء واحد أن تكون قوانين الحركة مثلا إذا بدنا الديسبيسمنت دلتا آر، كل ما هناك لازم نعرف السرعة الابتدائية في الزمن زائد نص A في ترتيع، وأيضا نقدر نوجد السرعة النهائية للجسم، هذا بقدر هي عبارة عن السرعة الابتدائية زائد A في B. إذا كنا نعرف التسارع وكان التسارع ثابت، أو نعرف القوة وكانت القوة ثابتة اللي تعني إنه التسارع ثابت، معناها نقدر نطبق قوانين الحركة. نطبق قوانين الحركة نقدر نعرف كل الكميات السابقة على من كاينتيك انرجي لبوتنشال انرجي لانجلر مومنتم، الكمية اللي بدك إياها في الميكانيكا. التطبيقات الرئيسية كانت في مساق فيزيائي واحد على إنه التسارع يكون ثابت اللي هو التسارع الجاذبية الأرضية، يعني الجسم موجود في مجال الجاذبية الأرضية. كلمة مجال هاي راح تمر معنا كثير. وكان عندنا إنه كتطبيق كان عندنا الحركة في بعد واحد، كان في عندنا إيه؟ عندنا إيه؟ يساوي ماينس جي أو في حدة جي، ولكن هذه كمية اللي هي 9.8 × 10 متر لكل ثانية تربيع، لكن اتجاه للأكس، لذلك كنا نحط ماينس جي. وكان هذا أحد التطبيقات الرئيسية على مجال الجاذبية الأرضية. راح نشوف قديش هذا المفهوم في فيزياء